انا بالنسبه لي انا الصيف تدوز في الجنوب، علاش؟ لان الجنوب تيكونوا، المهم انا اصلي من الجنوب، تيكونوا الناس يعني اقارب، ناس ديال الخارج وهذا. ولا قررت عاوتاني نمشي للمناطق مثلا الساحليه، نمشي يعني للشمال، مارتيل ولا اصيله ولا. وكان واحد المنطقه زوينه يعني تنقرر ان شاء الله نمشي لها، هي الشاون اقشر. الميزانيه يقدر على حساب كل واحد شنو. بالنسبه لي انا 1500 2500 يعني تقريبا ماشي شهر كامل، ولكن ان سومين سا ديبون على حساب. فيما يخص العطله الصيفيه بالنسبه لي انا ضروري الانسان خاصو يكون كيخطط للحياه ديالو، سين ما كتخطط ما كاين حتى حاجه. اتيتر ديكزومبل بالنسبه لي انا في هذا الصيف هذا غيكون عندي العطله في شهر 9، مخطط غندير عمره انا والوالده ديالي. بيجي لي بريفي انا والوالده ديالي 50000 درهم. كنقضي الصيف في الشمال. وعلاش تختار الشمال؟ لان عندي واحد السكنه تما، ابارتومون تما، وكتعجبني الشمال. في حدود 15000 درهم بحال هكاك. الصيف غادي ندوزو في كازا اونتخ لي ستاج والدار اكسيتيرا. صافي ولي زيكزاما ولي كور مع الدراري وداك الشيء. لا اون سيمان غادي نريح نتونجاجا مع راسي باش نخدم، وابخي نجيب دي نوت مزيانين في لي زيكزاما. صافي ان شاء الله، وابخي ملي نشد ليسونس ونشد مون ماستر ان شاء الله، ديك الساعه راه كاين لي فاكونس، كاين كلشي الوقت قدامي. واخا ما كاين حتى شي نهايه شي ويكاند في البحر ولا شي. ضروري ضروري اون فوا، ضروري دو فوا في لا سيمان ولا شي حاجه راه تخطفها ضروري. الصيف نورمالمون ندوزو في الخدمه، حيت ما كناخذش الكونجي في شهر في الصيف. لي ويكاند دو طون زاوتخ، ولكن ماشي في الصيف، ممكن في وسط السنه ولكن ماشي في الصيف. الصيف كتكون الدنيا عامره، كيكونوا الاسمنه طالعين، يعني في لي ديستيناسيون اللي كيكونوا كيمشيو لهم الناس بزاف. دونك كتمشي باش ترتاح، ولكن كتلقى راسك كتمشي وكتكرفص في السكنه، في الماكله، في الترونسبور. ان شاء الله الصيف ندوزوها في البحر. فين؟ علاش تختار البحر؟ علاش البحر؟ ما بارد ومزيان، ما بين 500 400. الشمال مارتيل واد لاو، عندنا السكن، عندنا شارين ديار تما في امسا وفي ديك النواحي، وكندوزو الصيف زوين تما. والناس ديال الشمال الله عمرها دار، ناس في المستوى 8000 درهم، 8000 درهم عادي الدار ديال تما، ماشي ما فيها لا كرا لا والو، هذه ها الماكله وصافي. تيتوان حيت زوينه.